للذبابة 48 كيلوغرام حتى 51 كيلوغرام، لكن عليكم مشاهدة الفيلم للحكم على المشقة والصعاب لحياة الملاكمات وكيف تظهر لتمثيل بلادها ثم تذهب إلى البطولات القارية ثم تذهب إلى البطولات الدولية ثم تذهب إلى الأولمبياد في الأخير مجددا ومجددا. من هنا لاعبات أولمبيات سيشاركنا أيضا في أولمبياد طوكيو من هنا من دبي. حكمة اللقاء من United States of America والقضاء من بلغاريا وأوزبكستان وإيرلندا وهنغاريا والفلبين. من سيكون الفائز؟ لدينا ثلاث جولات من الإثارة والمتعة أضمن لكم ذلك. بداية الجولة الأولى، بداية من الركن الأزرق، الكاميرات والتصوير والمتابعة لهذا اللقاءات القوية السيمي فاينل. تعرفوا على ماري كوم، لماذا حصلت على هذه الشهرة الدولية والملايين بل البلايين حول العالم يشاهدوننا الآن حول العالم من قناة دبي الرياضية وأبو ظبي الرياضية وقناة وجميع القنوات التواصل الاجتماعي. كل الشكر لاتحاد مجلس دبي الرياضي لاستضافته لهذه البطولات الدولية والقارية التي تضع الإمارات دائما في المقدمة. لكمات قوية نحو الجذع من الأزرق الحاذر وتؤدي لكمة خطافية يسرى وماريكوم والحذر في الجولة الأولى. ثقة اللاعبة ماريكوم تقف في وضعية الساوث بو، وأيضا اللاعبة الكازاخية في لهب المرصاد في وضعية الساوث بو. تكافؤ فقط في وقفة الاستعداد، لكن الطول لصالح الكازاخستان أو المنغوليا، الجبال المنغولية. لكمتين قويتين نحو اللاعبة ماريكوم، اذكر الله. لكمات خداع وفينت من الركن الأحمر من اللاعبة ذات الخبرة، اللاعبة الأولمبية ماريكوم، وخداع بالجذع لتعلم بعض منا طرق الزواغان والدوران والهروب من الخصم. أمر ثاني باستكمال اللقاء من حكمة اللقاء من أمريكا، ولكمة خطافية ذات خبرة بالركن الأحمر وتتبعها 1-2. لكمة يمنى مستقيمة من الركن الأزرق، انزلاق لا يحتسب، تمسح القفازات حسب معايير السلامة ويستكمل اللقاء. لكمات قوية ومؤثرة من كلتا السيدتين. الدقيقة الثانية وثلاثون وست وثلاثون ثانية من أحداث الشوط الأول أو الجولة الأولى لهذا اللقاء. بريك معناته رجوع الخلف خطوة ثم استكمال اللقاء، وإشارة من لقاتي بقرب نهاية الجولة وبداية الاستراحة. لكمات قوية ومؤثرة والجرس end of round one نهاية الجولة الأولى مع الاستراحة المقسمة دقيقة واحدة استراحة. أقصر شيء في العالم بالنسبة للملاكم وطويلا لنا استعجالنا على معرفة الفائز هي 15 ثانية من التقاط الأنفاس، يتبعها 30 ثانية من الماء، جرعات الماء والثلج وتهدئة الدورة الدموية، وتبقى منها ثواني معدودة حتى بدء اللقاء. نظنها طويلة الدقيقة وتظنهن اللاعبات كلتا اللاعبتين ثوان، ويبقى الحكم لكم أعزائي المشاهدين. Seconds out. المساعدان خارج الحلقة. Round two.
تبدأ الجولة الثانية بتمركز كلتا اللاعبتين. لكما خطافية يسرى من الركن الأزرق في الوضعية ساوث بو، وأيضا ماريكوم لها بالمرصاد في ساوث بو. اليد اليمنى واليد اليسرى الأقرب للخصم. بريك، وصلة تعليمية، البريك، الرجوع بالخطوة إلى الخلف، ومن ثم تستكمل مجريات النزال القوي الذي يجمع بين منغوليا والهند. لكمات قوية ومؤثرة جدا، مجموعة من اللكمات الصاعدة واللكمات الخطافية. هذا اللقاء الحماسي القوي ليس الأول ولا الأخير في نزالات هذه الليلة أعزائي المشاهدين، إنه اليوم الرابع في مجريات البطولة القارية لآسيا. تستكمل اللكمات أعزائي المشاهدين في كل مكان. ومزيد من اللكمات المؤثرة من الخبرة ومن اللاعب المنغولية الأكثر تنافسية في هذا اللقاء، وتجابه الخبرة الأولمبية للاعب ماريكوم. لا زالت هذه اللكمات القوية والمؤثرة في الدقيقة الأولى و 48 ثانية في الجولة الثانية. اللاعبة الكازاخية تهاجم بحدة، واللاعبة ماريكوم أيضا لها بالمرصاد. الخبرة أمام فارق الطول الجسماني في صالح الجبال المنغولية والصخور المنغولية. استكمل وإيقاف مؤقت من الحكم، يستكمل بعدها النزال القوي في الدقيقة الثانية و24 ثانية في الجولة الثانية. لكمات صاعدة، الحكم هذا تشير بالتذكرة إلى موضوع البريك، الرجوع بخطوة للخلف. يتنساه بعض الأبطال الدوليين بحكم حدة النزال وقوته، انهم يركزون على تسديد اللكمات الممتعة والمثيرة والندية. هناك اشياء اكثر اهم في وجهة نظر اللاعب، ولكن يبقى فوقها الحكم بقرارات الحماية والسلامة. من وجهة نظرنا جميعا السلامة اولا. استراحة قبل الجولة الثالثة والأخيرة، من سيكون الفائز؟ ابقوا معنا عبر قناة دبي الرياضية وأبو ظبي الرياضية وجميع وسائل التواصل. هذه عادة مقتطفات من اللقاء، لكمات قوية ومؤثرة. هذه لكمة الخبرة التي أرجعت الجبال المنغولية إلى الخلف. بداية الجولة الفاصلة في هذا النزال، الجولة الثالثة والتي تجمع بين كلتا اللاعبتين المهاريتين. كلتا اللاعبتين المهاريتين اللتان بالتأكيد ستمثلان في أحداث أخرى قادمة دولية وعالمية، ولكن في هذا اللقاء من سيكون الفائز؟ لا يسعنا الانتظار أكثر من ذلك. الجولة الثالثة في الثانية 35، كمات قوية، تفوق في الطول والجسم لصالح الجبال المنغولية، لكن الخبرة الهندية واللكمة الخطافية اليسرى بالمرصاد. لكمات 1-2، نزال ليس بالسهل أبدا. زوغان و
تفرقة من الحكم للاشتباك. ويسرني أن أستضيف للتعليق على هذا اللقاء السيد علي عبد الزهرة جواد، رئيس الوفد العراقي وأمين سر الاتحاد العراقي، عضو الاتحاد العربي للملاكمة. سيد علي، مرحبا بك. مرحبا بك كابتن، الله يبارك فيك، نشكرك ونشكرك على هذه الاستضافة اللي حقيقة يعني أفرحتنا. ما رأيك بالحكم على مجريات النزال، في وجهة نظرك مع الخبرة من سيكون الفائز أم نترك القرار للقضاء؟ والله حقيقة يعني أنا أشوف الركن الأحمر اللي الملاكمة الهندية عندها تفوق، إضافة إلى أنه الملاكمة الركن الأزرق ملاكمة منغولية بدأت تحاول أنه يعني تقلص الفارق، كون الملاكمة الهندية لديها الخبرة الكثيرة في حلبات الملاكمة ولها باع طويل بهذا المجال. سيد علي، حتى الآن المشاركات النسائية لا تقل حدة وتنافسية عن المستويات الرجال، منافسات الرجال. بالتأكيد يعني تطور ملحوظ خاصة في القارة الآسيوية فيما يخص الملاكمة النسوية، وحقق النتائج يعني إيجابية لبلدانهم في الاستحقاقات القارية وكذلك الأولمبية. أعتقد القارة الصفراء ستكون رقما صعب في الأولمبيات القادمة بالنسبة للملاكمة النسوية. سيد علي، مع الخبرة متى سنرى لاعبات ومشاركات عربيات يشاركن بهذا المستوى، وهل سيكون أحد العربيات يوما في الأولمبياد؟ والله يعني حقيقة يحتاج لها وقت طويل، ولكن يمكن سبقتنا منتخب الإمارات ومنتخب الكويت، يمتلكون منتخبات نساء، والمنتخبات الأخرى يعني أنا أقصد القارة الصفراء يعني يمتلكون ملاكمات، إن شاء الله في قادم الأيام راح يكونون أرقام صعبة. سيد علي، هذه نهاية الجولة الثالثة، وكما قلت ليست الكلمة الأخيرة، فلدينا ملاكمات عرب، لدينا اللاعبة حنان الزيودي التي ستمثل الإمارات في هذه البطولة، ولدينا المزيد من الملاكمات الذين طرحتهم دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، انتظار الإخوة العرب في استكمال المسيرة. هناك المزيد من الملاكمات المصريات والملاكمات في الدول العربية الأخرى في الجزائر وتونس والمغرب وفي كل مكان. فلنشاهد أعزائي المشاهدين من سيكون الفائز بهذا اللقاء القوي. ثوان معدودة ويتحدث لنا القضاة بالسر الذي كتموه لثلاث جولات. ومع القرار. Ladies and gentlemen, the winner by split decision in the red corner representing India. مرة أخرى، بل أخرى، بل أخريات من المرات، تسيطر ماري كوم وتحتفظ بالذبابة ووزنها وبالتفوق بنتيجة split decision 4-1. لاعبة استثنائية صنعت عنها الأفلام لتعلمنا معاناة الأبطال واللعبات حول العالم، وهذه الابتسامة والفرحة بالنصر. هؤلاء الأبطال الأولمبيين يلعبون هنا في دبي في البطولة القارية الآسيوية للسيدات والرجال حول العالم، دبي دلهي 2021، ومجموعة من اللقطات. سيد علي عبد الزهرة جواد معي هنا ليشاركني بعد الحكم على بعض اللقطات المختارة، ما رأيك في مجموع اللكمات؟ حقيقة هذا إن دل على شيء أنه دل على التحضير الجيد بالنسبة للركن الأحمر، اللاعبة اللي لها باع طويل بالملاكمة وتمتلك من المهارات والخيارات اللي قدرت يعني تكون عوامل لتفوقها بهذا النزال، إضافة إلى كون أنه الخصم يعني الركن الأزرق لا يستهان به، يعني حاول ولكن خيارات الجانب الأحمر كانت أكثر، وهو كان سبب بتفوق الملاكمة الهندية. انظر إلى هذه اللكمة القوية الخطافية التي أصابت، وهذه اللكمة الأبركات الصاعدة. جميل جدا، جميل جدا. هذه عندما نتكلم عن الخبرة. Judges are from India, Croatia, Romania, Uzbekistan and Egypt.